متحمس، مين متحب اكتر؟ يلا طلع اول شيء مشان انا اتحمس، مين متحب اكتر، بسان ولا انا؟ انا لا انت بعد عنا. طب اسمع 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 شو معك؟ مايك سو ما بتعرف تعمل هيك؟ ما تعرف هيك شو؟ تبتعرف تعمل هيك؟ لا عمل جرب جرب ما أعلم شو؟ ما هو بنيته؟ بحب نوال خلاص بحب نوال بعد عنه قلبي غار عليك حس بلمسة ايديك ما بعرف اذا عينيك اخدوني يا رب ما اتمم في اشي كثير بدي في مطبخنا هذول طلع هاد كيف تطلع علي انا انسان بعرفش اطبخ ليش في اربع طباخين بيطلعوا علي زي هيك بس تحي برو ايش الله اليوم صار معي موقف كثير محرج كثير بخزي خلي احكي لكم ففي شركه معينه حكت معي عشان دعايه من بلكي اشتغلنا مع بعض نعمل اشي فحكونا ايش نجتمع اليوم على الساعه 12 في البزنس بارك حديقة شو اسمها رحت اليوم اجتمعنا قعدنا نناقش استراتيجيات وبتعرفوا انا سايق فيها زلمة فهمان هيك لازم الواحد في اي شيء له علاقة بالبزنس والشغل وهيك لازم تعمل حالك فهمان فانا يعني كنت عامل حالي فهمان ومحترف وهيك انا بنصحكم تعملوا ابصر شو وضلينا نحكي بالاخير خلصنا فرحت قمت قلت والله تشرفت فيكم سلمت هيك سلام سريع بتعرفوا لان انا زلم مستعجل بزنس لفيت ومشيت بسرعه واخوان وراي كان في زي باب قزاز وواجهه قزاز فانا اول ما لفيت دخلت هيك على طول خشيت في نص القزاز طبعا غرفة الاجتماعات هاي محطوطة هيك على جانب في المجمع هيك على الطرف يعني ولا حد داري عنها ما حد بيعرفها بس لسبب ما في اللحظة اللي انا كنت بدي اخبط كان الكل قاعد بتطلع كان الكل بتطلع علي هناك فانا خبطت وانا عشان يعني بتعرفوا اخفف على الموضوع صرت اضحك بين زي هذا الزلمة اللي متعود انا كل يوم بخبط في قزاز وكمان يعني عشان ازيد الطين بلة انا بضحك هيك قلت يا جماعة كلكم شفتوني انا بخبط وكل هيك يعني اول 20 واحد كلهم طلعوا علي كثير حلو ونظارتي خربت نوعا ما هي معوج كثير هسا وفيها مشاكل فرحت شريت نظارة ثانية عشان هيك قريبة حتشوفوا لي نظارة ثانية والسبب هيك عرفتوا يا جماعة خير وصلنا 4 مليون وين على اليوتيوب واخيرا شكرا كثير لكم لدعمكم ومشان هالمناسبة في مفاجأة رح تنزل قريبا رح اقول لكم ايمت بس كثير قريبا يعني ما تطول عليكم لا قريبا شكرا كثير لكم ايش عملنا فيكي؟ مقلب ومين بكي؟ مو انا ومين انزعج وبده يروح على البيت؟ ومين اللي ضاق فيه ضاق مقلب؟ قمر قمر ها صعب بطيء معك